صباح الخير. صباح الخير. الحمد لله على السلامة. التلفزيون العربي شكرا لحضرتك. أستاذ توفيق، نبدأ من آخر تطور اليوم. التطور السياسي هو اجتماع مجموعة ليما في كولومبيا ببوكوتا بحضور نائب الرئيس الأمريكي دون مايك بنس وبحضور رئيس الجمعية الوطنية الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة، أخوان كويت والمتواجد هناك منذ أيام. ما الذي قد تقرره، خاصة مع الأخذ بعين الاعتبار أن الإدارة الأمريكية رفعت سقف التصريحات، قالت سننتقل الآن إلى الأفعال؟ يعني واضح تماما اليوم بده يكون سوف يكون حاسم، يعني بحسب غوايدو على الاقل، بانه هذه المجموعه مجموعه ليما قد تقدم او قد تقدم على الاطاحه بالرئيس مادورو، قال حرفيا. الاطاحه باي شكل؟ يعني هو السؤال هنا، كيف يمكن ان تكون الاطاحه؟ انا اعتقد بان هناك الان رهانان. الرهان الاول هو الرهان على الجيش، استمرار الرهان على الجيش، وشهدنا في الايام الماضيه الانشقاقات، يعني بالمئات اصبحنا، والرهان الاخر هو على الزمن. لكن اظن ايضا بان التجمعات البشريه التي يفترض ان تاخذ مساعدات انسانيه على الحدود مع كولومبيا، من خلال هذه التجمعات يمكن تسليح المعارضه الفنزويليه. قد نكون امام وضع مشابه تماما لتنظيم كونترا في الثمانينات التي دعمته الولايات المتحده الامريكيه ضد الحكومة الساندينية في نيكاراغوا. لذلك على سبيل المثال، من المهم جدا هنا أن نذكر بما قاله وزير الخارجية الأمريكية بومبيو قبل أيام، بأن العين الأمريكية ليست محصورة فقط في فنزويلا، بل هي تتجه باتجاه نيكاراغوا وكوبا. زائد أيضا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قال أيضا في الأسبوع الماضي بأن أيام الدول الاشتراكية واليسارية، لاحظي، أيام الدول الاشتراكية واليسارية في فنزويلا وكوبا ونيكاراغوا أصبحت محدودة. أستاذ، يعني عرضنا للطاولة اليوم السيناريو المتوقع بمجموعة ليما التي تلتئم ببوغوتا، ولكن اليوم ما هي قوة رئيس الجمعية الوطنية الذي أعلن نفسه بالوكالة خوان غوايدو؟ هل يعني يملك هذه القوة اليوم لإدارة بلاد، خاصة أنه أعلن انطلاق مساعدات إنسانية إلى كاراكاس، ولكن السيناريو كان معروف. نعم. مادورو كان سيتصدى لهذه المساعدات وسيمنعها من الدخول. نعم. يعني وتخطي الحدود. قلت سابقا الآن أقول بأنه الرهان الأساسي هو على الجيش، لكن الشارع بفنزويلا منقسم. منقسم على المستوى السياسي وعلى المستوى الاجتماعي. على سبيل المثال أنه الملونون مع مادورو، البيض والطبقة الوسطى مع غوايدو. لاحظ يعني نحن أمام انقسام طبقي واجتماعي وسياسي. زائد أيضا بأنه غوايدو هو رئيس الجمعية الوطنية منتخب ويمتلك الأكثرية البرلمانية، في حين أيضا أن الرئيس مادورو أيضا له حصية شعبية كبيرة، نصف الفنزويليين. نحن أمام انقسام عمودي حقيقة في المجتمع الفنزويلي. ولذلك أظن بأنه نعم، الأمريكيين إذا حاولوا أن يسلحوا المعارضة الفنزويلية بإمكانهم على الأقل أن يطيلوا أمد الأزمة من خلال تسليح جماعاتنا المعارضة تحظى بتأييد شريحة شعبية كبيرة، مثل ما يحظى أيضا الرئيس مادورو بشريحة شعبية كبيرة. أستاذ توفيق، يعني هو سيناريو كما ذكرتم من السيناريوهات اليوم المطروحة على مجموعة ليما بطاولة المحادثات، لكن هل هو سيناريو واقع، خاصة بظل أزمة اقتصادية كبيرة؟ يعني نذكر على سبيل المثال للحصر، 90% من الأدوية اليوم مفقودة من السوق. حليب الأطفال مفقود. أنا أعرف كثيرين يعني في فنزويلا، عشرات العرب الموجودين من هناك وبعضهم يستلم مواقع سياسية. نعم، انه اعتقد بانه الامور في حاله يرثى لها. هي هنا الازمه، يعني انه ناخذ بعين الاعتبار انه فنزويلا هي من الدول المصدره، هي اول، هي يعني تمتلك اول احتياط نفطي في العالم، ثروه كبيره جدا. نعم، المفروض ولكن لكن في مشكله، في ازمه اقتصاديه يتحمل مسؤوليتها بصوره اساسيه ليس فقط الولايات المتحده الامريكيه من خلال الحصار المفروض على فنزويلا، بل الاداره الاقتصاديه ايضا، وهي بدات على اي حال من وقت الرئيس هوغو تشافيز. يعني كان سعر برميل النفط، بس اسمحي لي، 140 دولار آنذاك، كان يوزع الأموال توزيعا على الفقراء. وهذا يعني كان عمليا هذا عملية هدر ثروي، بدل أن يذهب إلى إنتاج مشاريع وبالتالي بناء مصانع وإيجاد قوة إنتاجية حقيقية. هذه كانت كارثة. أستاذ توفيق، يعني اليوم بالميدان الشارع الفنزويلي هل ما زال يعني لديه الولاء للشعارات التي حملت هيوغو تشافيز ومادورو من جديد يعني إلى رئاسة فنزويلا؟ ربما السؤال الأساسي الذي أيضا يطرح استكمال الذي طرحتيه حضرتك الآن، هو أنه لماذا الجيش ما زال لغاية الآن أو معظم الجيش أو معظم قيادات الجيش متماسكة؟ نعم. لأن الرئيس هوغو تشافيز
ذهب إلى تجنيد العدد الأكبر من الملونين داخل الجيش، وبالتالي الطبقة العليا من الجنرالات هي من الملونين، وبالتالي هذه الطبقة من الملونين لها أيضا امتيازات اقتصادية ومالية كبيرة. هذا هو بيت القصيد في الولاء المستمر لغاية هذه اللحظة جيش الفنزويلي اللي ما دوره. لكن تحت هذا بدون شك نحن الآن نشهد عمليات فرار من الجيش إلى أي حد. نعم، يعني إلى أي حد في الأيام المقبلة؟ كلما ازداد الضغط، كلما سقط عدد من القتلى، كلما سقط عدد من الجرحى، يمكن أن ينشق المزيد من العسكريين. هذا أنا أعتقد مرهون بالزمن، يعني الزمن ممكن أن يجيب عليه. ومن خلال هؤلاء يمكن أن تعمد الولايات المتحدة الأمريكية إلى تشكيل تنظيم مسلح كما قلت على غرار الكونترا في نيكاراغوا. استاذ توفيق، اليوم لكن هناك اليوم في قانون دولي متمثل بمجلس الأمن الدولي يراقب ما ستخرج به مجموعة ليما والمتربصين على رأسهم روسيا والصين، روسيا التي أعلنت البقاء على التأييد الكامل للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. لم نأخذ بعين الاعتبار روسيا يعني كقوة اليوم دولية تملك حق النقد الفيتو بمجلس الأمن، كيف ستمرر الإدارة الأمريكية أي سيناريو اليوم صحيح يمكن أن يؤدي إلى الإطاحة صحيح مادورو؟ هذا بيت القصيد الثاني. أعتقد بأنه الروس يعرفون بأن الموقف الأمريكي الضاغط الآن في نيكاراغوا هو موجه ضدهم. يعني كل السياسة الأمريكية الآن يمكن اختصارها من خلال فنزويلا بأنها تسعى إلى مواجهة المد الروسي في أمريكا اللاتينية وتحديدا في فنزويلا. يعني لا ننسى بأنه خلال السنوات الماضية تم إبرام صفقات عسكرية بين روسيا والولايات المتحدة وبين روسيا وفنزويلا بقيمة 14 مليار دولار، وكان الرئيس مادورو قد عرض على الروس أيضا بأن يبنوا قواعد عسكرية على الشواطئ الفنزويلية. يعني العلاقات الروسية الفنزويلية هي في مستوى عالي، لذلك يدرك الأمريكيون بأنه استمرار النظام السياسي الحالي اليساري في فنزويلا هو يمهد توسع روسي أكبر داخل أمريكا اللاتينية. لذلك أظن بأنهم يحاولون منذ الآن على الأقل تقسيم فنزويلا إلى وضع قائم سياسي على المستوى العسكري والاجتماعي، وبالتالي دفع النظام السياسي في فنزويلا على الأقل إلى الاضطراب إن لم تكن إطاحته. طب أستاذ توفيق، بالنسبة لدول الجوار اليوم كولومبيا والبرازيل، ما سيكون الدور الذي قد تطلع به هذه الدول بأي سيناريو أمريكي مرتقب لحل الأزمة؟ اليوم على سبيل المثال في تصريح للرئيس البرازيلي يعني قبل أن ندخل استديو قرأت هذا الخبر بأنه هم يدينون استعمال القوات الفنزويلية للعنف على الحدود مع كولومبيا. يعني هو الرهان بشكل أساسي لعمل عسكري ما أو لضغط مرتفع على فنزويلا من خلال كولومبيا والبرازيل. لا ننسى هنا أيضا أن كولومبيا هي بالأصل تتربص لفنزويلا لأن تعتبر فنزويلا جزءا من كولومبيا الكبرى الذي كانت في العام 1830، وبالتالي فإن فنزويلا انفصلت عن كولومبيا. هذه مسألة ثأرية أيضا عند الكولومبيين. أستاذ توفيق، نعود اليوم لوضعية الرئيس نيكولاس مادورو، يعني أين هي اليوم نقاط قوة الجيش فقط؟ دون لا يوجد غير الجيش، الجيش فقط أولا وأخيرا. بأي إطار يمكن أن نقول أستاذ توفيق أن المؤسسة العسكرية بدأت تهتز فعليا بفنزويلا؟ على أي صعيد عندما نرى أي تطور يمكن أن نقول ذلك؟ عندما يبدأ الجنرالات الكبار ينشقون، أعتقد ساعة ذاك بأن الحلقة الضيقة والحلقة الكبرى المحيطة والتي تحمي الرئيس مادورو تتفكك من خلال انشقاق الجنرالات الكبار. ولكن طالما أن الجنرالات الكبار ما زالوا يوفرون الحماية ودرع الأمن للرئيس مادورو وللسلطة السياسية القائمة، فأعتقد يعني أن الأمر قد يقول أخواني كويدو رئيس الجمعية الوطنية الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة، لكن أصدر يوم أمس إعلان قال فيه أنه سيمنح العفو عن أي جندي أو نعم. أي فرد من القوات المسلحة اليوم يعلن الانشقاء والالتجاء إلى كولومبيا. يعني هو يعني أعتقد أمام أعين كل الأمريكيين اللاتينيين من المكسيك إلى تشيلي تجربة تشيلي إسقاط الرئيس سلفادور أليندي في العام 1974 من خلال قيادة الجيش. الرئيس سلفادور أليندي في العام 1974 وصل إلى الرئاسة التشيلية عن طريق صناديق الاقتراع
بالانتخابات. يعني انتخابات لم كانت نزيهة تماما، لا يوجد أحد في العالم شكك في وصول الرئيس اليساري سلفادور أليندي في العام 1970، لكن قيادة الجيش أسقطته بانقلاب عسكري. نفس السيناريو الذي يحدث الآن في فنزويلا كان حدث سابقا في السبعينات في تشيلي، حصار اقتصادي، غياب أو تغييب حليب الأطفال، غياب الأدوية، فقدان السلع الأساسية الغذائية، مظاهرات بشكل نفس السيناريو هو ذاته. طب استاذ توفيق، نحن عرضنا للطاولة هلا إمكانية توجه مجموعة ليما بقيادة الولايات المتحدة وحضور النائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ربما إلى عمل عسكري، ولكن هناك كم سيناريوهات أخرى مطروحة. أنا أقول أنه قبل العمل العسكري المباشر، يعني هلا ممكن الحدود تتوتر على بين كولومبيا وفنزويلا، ولكن انا اعتقد انه الرهان الثاني بعد الرهان على الانقلاب العسكري الذي هو الرهان الاول هو تشكيل تنظيمات مسلحه قلت على غرار الكونترا، وبالتالي الاشتباك مع الجيش الوطني في فنزويلا. طب استاذ ماذا ان تكون كولومبيا هي المنطلق لهذه العمليات؟ وما طبيعه المعلومات التي تقول انه امكانيه اليوم الاداره الامريكيه ان تلجا الى اعطاء مهله محدده للرئيس مادورو لتسليم السلطه او حزمة عقوبات شديدة؟ إلى أي مدى قد تدفع الرئيس المادورو إلى الرجوع مجددا إلى الصواب الذي تدعوه الإدارة الأمريكية إليه؟ أنا أعتقد بأن الرئيس مادورو ليس لديه خيارات سوى المواجهة، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية نعم أمام رفع وتيرة الضغط الاقتصادية بشكل قاسم جدا، لأنه من خلال عمليات الضغط الاقتصادي هي تلجأ إلى تثوير الناس ضد النظام القائم، هذا هو سلاح فعال، وبالتالي أنه هي تحول الأزمة السياسية في فنزويلا إلى أزمة إنسانية. لاحظ الآن هي حاولت أن تنقل هذه الأزمة حتى إلى مجلس الأمن الدولي من خلال استصدار قرار مجلس الأمن الدولي لأجل تقديم مساعدات إنسانية لفنزويلا. يعني هي من خلال هذه الثغرة الإنسانية، في عنا 3 مليون فنزويلي خرجوا، في عنا مئات الملايين، أيضا البعض يقول بحدود 5-6 ملايين تحت خط الفقر تماما أو يأكلون وجبة واحدة في اليوم. هذه كارثة إنسانية حقيقة. أستاذ توفيق شومان، من يعرف اليوم الشارع الفنزويلي ماذا يمكن أن يقول؟ هل يمكن أن يصمد مع من انتخبه رئيسا وأعاد انتخابه أيضا مرة جديدة؟ أقصد هنا نيكولاس مادورو. نعم. الرئيس الفنزويلي. أعتقد أنه أولا على المدى الطويل الوقت ليس لصالح مادورو. وعندما يهدد مادورو اليوم أنه الإدارة الأمريكية تسعى إلى اجتياح عسكري للبلاد، هل يمكن اليوم أي يعيد من جديد لحمة بين الشعب الفنزويلي وراء القيم؟ نعم. هو قد يكون هذه واحدة من أوراقه، أنه افتعال حرب مع كولومبيا من أجل استثارة الحمية الوطنية، هذا أمر وارد، ولكن بالأخير ربما الجوع لا يحملون بنادق من أجل الذين يتهمونه بأنه وراء جوعهم، هذه مسألة أساسية. ولكن أنا أعتقد أنه نعم الخيار العسكري موجود، ولكن الخيار العسكري غير المباشر اللي إذا كان داخليا، أعود وأكرر انقلاب عسكري، ولكن الخيار العسكري من الخارج من خلال تنظيم كونترا جديد، نعم هذا أمر ممكن من خلال كولومبيا بالتحديد. وبالنسبة اليوم لفرضية إخوان غوايدو كرئيس جمعية وطنية أعلن نفسه رئيسا بالوكالة، ما هي قوته اليوم؟ هذا الشاب الذي يبلغ من العمر 38 عاما، هو وصفه مادورو مرة بأنه صبي، يعني ودعاه للحوار، بس هو على كل هو نصف الشعب معه تقريبا او اقل بقليل. هل نحن امام سيناريو حرب اهليه؟ يعني الجميع نعم هذا وارد بين نعم فنزويلا نعم وسوريا، بدون يعني المقارنه شوفي. هل تجوز اليوم نعم عندما نتحدث عن السيناريوهين؟ نعم يعني الوضع السوري نعم امامنا المشهد، ولكن الوضع الروسي في فنزويلا حوله علامات استفهام كبيره، يعني انه روسيا دخلت على سبيل المثال في الازمه السوريه بالتنسيق المسبق مع ايران والتنسيق اللاحق مع تركيا، هذه مسألة أساسية في فنزويلا أو على الأقل في جوار فنزويلا أو في أمريكا اللاتينية. لا يوجد إيران لها مصالح حيوية مثل إيران بسوريا ولا مثل تركيا في سوريا، كوبا بعيدة وكوبا ضعيفة إلى حد كبير. لذلك الروس، هو أنا أتابع على كل الصحف الروسية، عندهم علامة استفهام كبيرة. يعني ما هو عليه اليوم طبيعة الدور الروسي بفنزويلا؟ إلى أين يمكن أن تصل اليوم إدارة الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين في دعمها للرئيس نيكولاس مادورو. يعني نحن أيضا بالإمكان أن نستحضر على سبيل المثال أزمة الصواريخ الكوبية في الستينيات. آنذاك وقف العالم على حافة حرب نووية، بس كان الاتحاد السوفيتي مش فلاديمير بوتين، كان الشيوعيون يرسمون العالم على مزاجهم آنذاك ووفقا لتصورات وبرامج كبرى غير بوتين. هل يمكن أن يفتعل بوتين مثل هذا الأمر؟ خاصة أن اليوم روسيا بتدخل عسكري آخر. هلا هو على أي حال إذا سار بهذا الاتجاه، يعني نحن أمام الوقوف أمام فوهة حرب نووية. هل يتراجع بعد ذلك أم يتحول إلى قطب دودي؟ الآن أعطى وقودة اليوم الرئيس الروسي بخطابه الناري منذ أيام لتحدث في أوروبا وتحدث في الصواريخ الأطلسية بأوروبا. هو هذا شك من أشكال الحرب. على كل الأزمة السورية ربما هذا يفكر به أيضا بوتين، الأزمة السورية أعادت روسيا أن تكون لاعبا إقليميا كبيرا. هل الأزمة الفنزويلية أيضا قد يستغلها فلاديمير بوتين ليتحول إلى قطب دولي من جديد؟ هذا سؤال كبير، ولكنه أيضا هذا سؤال مسيج برؤوس نووية في الكثير من المخاطرة. يعني هنا المواجهة ستكون مباشرة مع الإدارة الأمريكية، خاصة بالمنطقة التي هي فيها الدخول إلى أمريكا اللاتينية، يعني مواجهة إلى كل القارة الأمريكية من كندا إلى تشيلي، يعني معنى ذلك الأمن القومي الأمريكي في خطر، كذا يعتبرون الأمريكيون. كل القارة الأمريكية هي فناء خلفي، يعني لذلك بوتين يغامر. يعني سنرى اليوم ما ستقرره مجموعة لما بعد ساعات التي تلتئم ببوغوتا. إلى هنا نصل إلى نهاية حلقة اليوم. الكاتب توفيق شومان، شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا، إلى هنا نصل إلى ختام الفقرة السياسية. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. لقاء يتجدد يوم غد. الآن نعود لمتابعة باقي فقرات برنامج صباح النور.